بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. تكلمنا عن أن الاختلاف حقيقة كونية، وأنه ينبغي على الإنسان للاستفادة من الحقائق الكونية أن يطبق حياته طبق تلك الحقائق. وذكرنا أن التعايش هو المصداق الواضح الصحيح في ضمن اختلاف الناس اللغوي والعرقي والفكري والديني، فينبغي على الناس أن يتعايشوا معا وأن يستفيدوا من الاختلاف استفادة إيجابية لكي تتطور البشرية وتسير نحو الكمال. ولكن هناك عقبات أمام التعايش، ومن تلك العقبات التعصب، فلا يمكن التعايش إلا إذا تم اقتلاع التعصب، سواء كان التعصب في الفكر أم في الانفعالات النفسانية أم في السلوك، لأن الإنسان قد يعيش تعصبا في الفكر، يتصور أنه الحق المطلق والآخرين الباطل المطلق، وقد يكون هذا التعصب في انفعالاته النفسانية، وقد يكون هذا التعصب في سلوكه العملي. التعصب هو التحيز والتحامل، أو بعبارة أخرى الانحياز غير الموضوعي، وخاصة إذا كان هذا الانحياز في الجانب المذهبي. وفي النصوص الدينية يعبر عن التعصب بشكل عام بالجاهلية أو بعزاء الجاهلية. إذا الإنسان انحاز انحيازا غير موضوعي، لم يبتني ذلك الانحياز على أسس موضوعية عقلانية دينية، وإنما انحياز بمجرد أنه يرى فكرا ويعتقد معتقدا أو يتبع دينا أو مذهبا بدون أن يفكر بأن ما يعتقده صحيح أو باطل، ولكن الانحياز غير الموضوعي يقود الإنسان إلى التعصب، وخاصة التعصب الأعمى الذي يرى الإنسان نفسه حقا مطلقا والآخرين باطلا مطلقا. مثلا حينما نقرأ في التاريخ نجد أن الحكومة العباسية سقطت أمام غزو المغول، حينما غزا المغول البلدان الإسلامية في ضمن البلاد التي غزوها، كانت البلاد التي تحكمها الدولة العباسية، وسقطت بغداد بأيدي المغول، وسقطت بسقوطها الخلافة العباسية. هذه القضية قضية تاريخية، قضية لها أسبابها، لها عواملها، أسبابها الاجتماعية، أسبابها السياسية، أسبابها العسكرية.
يجب أن ننظر إلى سقوط الدولة العباسية بمنظار تاريخي صحيح، ندرس الوضع الاجتماعي في ذلك العصر، ندرس الوضع السياسي، ندرس الوضع العسكري وتوازن القوى بين قوى المسلمين وقوى المغول. الدراسة التاريخية الصحيحة تقودنا إلى الأسباب الصحيحة لسقوط الدولة العباسية، ولكن حينما يأتي التعصب الأعمى والانحياز غير الموضوعي يبسط الأمر إلى أنه سقطت الدولة العباسية لأن الوزير ابن العلقمي هو الذي خان الدولة وسلم بغداد إلى المغول. لماذا هذا الاتهام؟ لأن الرجل يتبع مذهبا معينا، كان الرجل رجلا شيعيا. الانحياز غير الموضوعي يقتضي أن نبسط الأسباب ونغفل الأسباب الاجتماعية والسياسية والعسكرية وغيرها ونتهم رجلا بذلك. لماذا؟ لأننا مثلا نبغضه أو نبغض مذهبه أو دينه أو ما يحيط به من معتقدات، في حين أنه الدراسة الموضوعية تقودنا إلى غير ذلك. حتى أن بعض المنصفين حينما درسوا دراسة صحيحة توصلوا إلى نتائج أخرى، وأن الرجل بريء من هذه التهمة، براءة الذئب من دم يوسف، وإنما الذي قاد البعض لاتهامه إنما هو التعصب المذهبي الأعمى. يقول الدكتور سعد محمد حذيفة الغامدي، وهو أستاذ التاريخ في جامعة الملك سعود في الرياض، هذا الرجل وهو رجل سني وليس شيعي، هذا الرجل ألف كتابا باسم سقوط الدولة العباسية، وفي ضمن هذا الكتاب ناقش اتهام ابن العلقمي بأنه خان الدولة العباسية، يناقش هذا الاتهام بموضوعية وإنصاف، فيقول إن اتهامه لا يقوم على دليل وبرهان، بل هناك بعكس ذلك، بل هناك 11 حقيقة تاريخية واجتماعية تدحض هذا الاتهام. يعني هذا الأستاذ في التاريخ في جامعة الملك سعود وهو رجل سني، حينما يأتي ويبحث بموضوعية، يتجرد عن الخلفيات الذهنية، يتجرد عن التعصب، يبحث هذه المسألة بحثا صحيحا علميا وموضوعيا، يرى أن الرجل بريء وأن اتهامه إنما كان من منطلق طائفي ومن تعصب أعمى. نحن إذا نظرنا إلى الأمور بتعصب أعمى سوف يقودنا هذا التعصب إلى إغفال الحقائق، إلى إغفال الأسباب، وإلى تبسيط الأمور بحيث أنه نتصور أن قضايا مهمة ومعقدة ولها أسباب وتشابك في هذه الأسباب نبسطها في أمر جزئي بسيط، وذلك من منطلق طائفي. وينتج التعصب الأعمى أنه يسبب أن يمنع الإنسان نفسه من المعرفة والعلم الذي ينتجه الآخرون. الآخرون هم أيضا بشر كما نحن بشر، هم بشر كما أن الله عز وجل أعطانا قدرات فكرية، كذلك أعطى الآخرين القدرات الفكرية، وقال سبحانه كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. عطاء الله عز وجل ليس مخصوصا بناس دون ناس وشعب دون شعب وأصحاب ديانة دون أصحاب ديانة، وإنما الله عز وجل وزع الخيرات أجمع على الناس أجمع. فكما أننا نفكر
وننتج، كذلك الآخرين أيضا يفكرون وينتجون. وكما أنه نحن قد نتوصل إلى حقائق علمية، حقائق اجتماعية وحقائق أخرى، كذلك الآخرون. فنحن لو تعصبنا ونظرنا إلى الآخرين بنظرة غير موضوعية سنحرم أنفسنا من الإنتاج العلمي والمعرفي للآخرين، كما هذا يشاهد في كثير من المسلمين الذين هم يتعصبون تعصبا أعمى. نراهم يرفضون الإنتاج الفكري للآخرين، يمنعون كتبهم. إذا تذهب إلى بعض المكتبات لبعض المسلمين تجد أن هذه المكتبة حصرت نفسها في إنتاج فكري لمجموعة خاصة التي أصحاب تلك المكتبة يتبعون تلك المجموعة فكريا ومذهبيا، ومعنى ذلك أنه يحرمون أنفسهم من الإنتاجات الفكرية للآخرين، مع أن الله عز وجل في القرآن الكريم يقول الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يستمع أقوال الآخرين ثم يتبع أحسنها. والقرآن الكريم حينما نشاهده ينقل آراء الكفار، ينقل آراء المشركين، ينقل كلامهم ثم يفند هذا الكلام، ولم يحصر نفسه في أن يذكر فقط وفقط الحقائق الإلهية، وإنما أيضا تطرق إلى الآراء الأخرى وذكر تفنيد تلك الآراء الأخرى بلسان علمي وليس بتعصب أعمى. الإنسان إذا حرم نفسه من إنتاجيات الآخرين فإنه سيحرم نفسه من التطور، سيحرم نفسه من التقدم، وتقدم البشرية إنما يكون بتلاقح الأفكار، وهذه الأفكار حينما يكون هناك أخذ ورد واستفادة تتطور. فإذا الإنسان حصر نفسه في مجموعة خاصة وفي كتب مجموعة خاصة ومحاضرات مجموعة خاصة، فإنه حينئذ سيمنع نفسه من العلم الذي ينتجه الآخرون. ولذا نجد أن القرآن الكريم والأحاديث الشريفة تؤكد على أنه إذا رأيت حقيقة وحكمة عند أشخاص لا ينتمون إليك، وحتى إذا لم يكونوا مسلمين، فأنت أولى بها، خذها منهم وتعلمها. الرسول صلى الله عليه وآله ينسب إليه أنه قال اطلبوا العلم ولو في الصين، والصين في زمان الرسول كانوا كفار مشركين، والآن أكثر أهل الصين أيضا ليسوا مسلمين. وفي الحديث الشريف الآخر الحكمة ضالة المؤمن فإذا وجدها عند منافق فهو أحق بها، يعني إذا نطق المنافق بكلام وكان هذا الكلام حكمة فأنت أيها المؤمن خذ هذه الحكمة. ولذا نجد في نص آخر لا تنظر إلى من قال بل انظر إلى ما قال، لا تنظر إلى أن هذا القائل من هو، هل هو من جماعتي أو ليس من جماعتي، هل من مذهبي أو ليس من مذهبي، هل من ديني أو ليس من ديني، وإنما انظر إلى ما قال، انظر إلى الكلمة التي نطق بها. فإذا هذه الكلمة التي نطق بها كانت حقا حتى إذا صدرت من غير من أتبعه مذهبيا أو دينيا، أو غير من يتبعني مذهبيا أو دينيا، إذا كانت الكلمة حقا فأخذها. وإذا صدرت هذه الكلمة من شخص هو من جماعتي من أتباعي أو أنا من أتباعه، وهذه الكلمة صدرت من شخص يشاركني في الدين أو في المذهب أو في المعتقد، ولكن هذه الكلمة لم تكن كلمة حق وإنما كانت باطلا أو كانت خطأ، ينبغي علي أن أرفضها، لأنه لا تنظر إلى من قال بل انظر إلى ما قال. ولذا نجد أنه في إحدى معارك أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام المفروضة عليه في معركة الجمل، جاء رجل إلى أمير المؤمنين حائرا، هذا الرجل كان حائرا. لماذا كان حائر؟ يقول هناك
متعاركان، هناك جيشان في هذا الجيش، أنت وأنت صحابي من صحابة رسول الله وصهر رسول الله وأخو رسول الله صلى الله عليه وآله، وكذلك مجموعة آخرين من الصحابة، وذلك في ذلك الطرف نجد زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله، ونجد أيضا بعض صحابة رسول الله. فأنا حائر، ماذا أفعل؟ أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أجابه بكلمة جميلة، على رغم أن هذه الكلمة قصيرة ولكن عميقة جدا، قال له: لا يعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. لا تنظر إلى أن هذا الرجل رجلا عظيما فكل تصرفاته حق، لا، اعرف الحق تعرف أهل الحق. إذا عرفت ما هو الحق ثم نظرت أن من يتبع ذلك الحق، تعلم أن هذا الرجل على حق، لأنك عرفت الحق. لأن الحق لا يعرف بالرجال، وإنما الرجال يعرفون بالحق. طبعا هذه هي القاعدة العامة الكلية. نعم، إذا كان الرجال أو الرجل معصوما فإنه حينما نعلم أنه معصوم ومنصوب من قبل الله عز وجل مثل رسول الله صلى الله عليه وآله، فحينئذ نعرف الحق بمعرفتنا به. يعني إذا عرفنا بأن هذا الرجل نبيا من قبل الله عز وجل، نعرف أن ما يقوله حق. هذه استثناء. القاعدة العامة أن الإنسان يعرف الحق فيعرف أهله، لا أنه يريد أن يعرف الحق عبر الرجال. فالتعصب الأعمى إنما يسوق الإنسان إلى حالة من الاحتراب الداخلي، ويقود الإنسان إلى أن يغلق فكره وعقله وفهمه على إنتاجات الآخرين، ويعتبر نفسه حقا مطلقا والآخرين باطلا مطلقا، ثم أنه يغفل هذا الإنسان عن الحقائق، ويحاول أن يربط المشاكل أجمع بالآخرين الذين لا يشاركونه في المعتقد أو في المذهب. يغفل الأسباب المتعددة، وقد تكون هذه الأسباب متداخلة ومتشابكة، ثم يبسط الأمور باتهام أصحاب المذهب الآخر بكل المشاكل وبكل الأزمات. وحينئذ هذا الإنسان يمنع نفسه من أن يبحث في الجذور ويبحث في الأسباب، ويحاول أن يحل أسباب المشاكل، وإنما يتصور أن المشكلة تتضمن في مجموعة من الناس يخالفونه في الرأي، فيؤدي ذلك إلى أن يحاول قمع الآخرين، تصورا منه أن قمع الآخرين إنما يحل المشاكل، مع أن قمع الآخرين واضطهادهم وممارسة الطائفية البغيضة معهم هذا لا يحل المشاكل، لأنه الإنسان لم يذهب إلى جذور المشاكل ليحلها، وإنما يزيد المشاكل مشكلة أخرى، وهي مشكلة الاحتراب الداخلي، ويسبب أن السلم الأهلي يتعرض إلى خطر كبير. لذا نجد أن الله عز وجل في القرآن كما تلونا الآية في مفتتح الحديث يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. يعني إذا تبغضون قوما ينبغي عليكم أن هذا البغض لا يؤدي لكم أن تتركوا العدل، سواء عدلا عمليا، أو حتى نكتشف من هذه الآية أيضا طريقة التفكير بالنسبة للآخرين. اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله. يعني لو عدلت مع الآخرين الذين تبغضهم، حتى إذا كان بغضك من جانب ديني، تعاملت معهم تعاملا بالعدالة، فحينئذ هذا أقرب إلى تقوى الله، لأنك اتخذت منهجا
أراده الله عز وجل، وتقوى الله عز وجل تسوق الإنسان إلى التطور وإلى الكمال وإلى حل مشكلاته. الله عز وجل في القرآن يقول بالنسبة إلى الشخص الذي هو بينك وبينه عداوة، يقول كأنه ولي حميم، هذا أخير الآية أو رأس الآية كما يعبرون. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، فالإنسان عن طريق ترك التعصب الأعمى يتمكن من أن يجعل الآخرين أولياء، ويجعل صداقة حميمة بينه وبين الآخرين، ويسبب السلم الأهلي وترك الاحتراب في صفوف المجتمع، وهذا يقود المجتمع إلى التطور والرقي. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير والرضا. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الفتح.